FM. الكلمة ليك. نقول خاصية تونسية ونوع من التوافق التونسي والكومبرومي، معناها ولا نوع من الصيغة التونسية اتفقنا عليها، معناها اللي نحن في وضع انتقالي، احناش في وضع يعني معناها مستقر ودائم، معناها وضع مستقر ان شاء الله، ماشيين نحو هذا. ايش نقصد به؟ نقصد يعني مادام التمثيل في الحكومة لا يناسب معناها الوزن الانتخابي والوزن النيابي، معناها عملنا اتفاق اخر. اتفاق هذا قائم على شنو؟ الا على ما يقوله رئيس حركة، يقول لي شد اصبع من الليل، شد الليل بكل، احنا شادين اصبع من الليل، فهمتني؟ معناها ما خديناش معناها نصف الحكومة ولا معناها ثلث الحكومة، خدينا معناها ما تم الاتفاق النظر عليه. القليل خذيته الى خدينا حد الان. خدينا تمثيل، اعتبرناه تمثيل معناها رمزي، لكن مساندتنا للحكومة مساندة تامة، الى درجة برشا ناس اعتبروا في وقت من الاوقات تقريب السند الاساسي للحكومة هو النهضة باعتبار الحزب الاولاني. الكلمة ليك.